راني اعطيتكم كلمة شرف باللي ما نخلي حتى جزائري في المؤخرة. ترخ يا رجاج يا ودي. أسي سعيد سيداتي وسادتي، صافات عليكم، ولفناكم والولف سعيد. هذه أخبار شاني تاني عاوي تاني. إيديسيون الكيلوت تقدم تبون مول الزفوط، المسخوط والسرقوت اللي هبلوا الفوط. كي بدات الحملة ديال الانتخابات وليت تعاشر غير مع الرهوط، وفين ما بالك شي ميكرو كتبدا عاطيها للعيوط. كي الشيخة مولات الكيلوت، واليوم جيت نسكتك يا البلعوط. وييه حتى تبون ولا يدير الحملات الانتخابية، سبحان مبدل الأحوال. غير البارح كان الرئيس، واليوم ولا عاطيها للتبلحيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. اللي يسمعك في هذه اللقطة يقول هذا فقيه الدوار، ولكن في الحقيقة انت غي كيدار، هما عندك ما يدار. لا أستطيع التعبير. لا غي عبر، هاد الشي لا تعرف للتعبير، واخا حنا عارفينك عاطيها غير التغبير. الغبرة دايرة حالة، وبفلوسها راك تصرف على هاد الحملة. لا أستطيع التعبير عن ما هو في صدري لتواجدي في قسنطينة التي ألفتها، والتي في وقت ما ألفتني هي كذلك. قال لك قسنطينة ولفت وولفها، ما خفتش يا شي نسمية من الزهرات غير عليك؟ ولا راك طالع لها في نسلانها اليابس؟ انت حوايجك طالبين منك الشراع، بقات لك غير تولف وتولف. هاد قسنطينة اللي راك تقول ما طاحت لك في راسك حتى لدابا؟ دابا عاد عرفتها فين جات؟ اي والله يعطيك معطل الموتور، السنسلة كدور والحزق من اللور. قسنطينة بنت التاريخ، قسنطينة صانعة التاريخ. المحرك الغربي شوية الحاج ديما. قسنطينة صانعة التاريخ منذ 300 سنة، ما يفوق 300 سنة قبل التاريخ. بابا 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 يا ودي، يا قبل التاريخ ياو، زعما عند باباكم شي تاريخ باش يكون عندكم قبل التاريخ؟ والله يا ودي يا الحلايق الا غير كتخيطو طلاقي، وكي الدجاجة كتقاقي، ما كتحشم ما كتمرق، تبان لي ما راكش شارب ذواك عاوتاني شايب الكعالة يا اللي كيكددها لك من والا. وفي كل العصور توجد قسنطينة، حتى من بعد الفتوحات، او عفوا قبل الفتوحات كانت عاصمة نوميديا مع مصينيسة ثم يغرطة. بعد الفتوحات في كل المملكات والإمارات والدول التي قامت آنذاك كان لها القصد فيها، من الدولة، دولة الأغالبة، الفاطميين، الزيريين، حمديين، الموحدين، وحتى الحفصيين. وقفوا خمس خط الوالدين. إذن التاريخ يشهد على قسنطينة أنها أزلية وأبدية إن شاء الله. اللي يسمعو كيهضر هكا يقول هذا ديناصور منقرض. فين كانت عند باباك شي بلاد باش تهضر على مدينة؟ ياك ديك البلاد كانت محسوبة على المغرب، وبالإمارة كانت كتسمى الإمبراطورية المغربية، من نهر السنغال وجبد لهنا. وهنا نقول حاجة وحدة للجزائريين اللي كيصفقوا عليه، سيروا قراو شوية، دخلوا لجوجل، غير كتبوا تاريخ شمال إفريقيا تعرفوا كل شي. ولم تغير فيها الفترة الاستعمارية أي شيء، بقي بالأصالة نتاعها، بقي بالثقافة نتاعها، وكانت ركيزة. قسنطينة كانت دائما ما بين الركائز الأساسية لهويتنا ولشخصيتنا أثناء الاستعمار، لن تسمح في شخصيتها. انت بعد عند باباك الشخصية، القسنطينيين فاش كانوا محسوبين على المغرب كانت فيهم الرجولة وعندهم شخصية، أما دابا كيبانوا لي ولاو شمايت، بحال كاع الشمايت اللي كيسمعوا لتخارف تبون اللي ما عندها لا أساس لا راس. قسنطينة كانت ولادة لزعماء، وعلى رأسهم صاحب النهضة العلامة إمامنا وشيخنا عبد الحميد بن باديس طيب الله ثراه، كانت هي الأساس في تكوين جمعية العلماء التي آنذاك علمتنا ونحن صبا أن الشعب الجزائري مسلم ليس فرنسي. هاد الهضرة اللي كتقول دليل على أنكم معقدين من أصلكم الفرنسي. نتحداك يا تبيبين دي لا دي إين، إلا ما لقيتش راسك فرنساوي أنا نعتزل. شوف كان واعدك غيت بتلينجي بالطم. كما أذكر من الناس اللي قاوموا الاستعمار آنذاك مقاومة شرسة. كيفاش هاد قاوموا الاستعمار مقاومة شرسة؟ ياك قلت 300 سنة قبل التاريخ، فين كان شي استعمار في ذيك الوقت؟ وفين كاع كانوا هاد السميات اللي راك تخرج من داك الدلقوش المفاقم؟ إوا إلا كنت داسهم في مسلانك هادي حاجة أخرى. الحاج أحمد باي
رحمه الله وطيب ثراه، الكاتب ياسين مالك حداد، ومن نعتبره زعيمنا وقائد عبد الحق الشهيد عبد الحق بن حمودة. ما ننساش حاج محمد طاهر الفرقاني بالطبع اللي هو في الواقع صديق، لا عنبة ولا قلمة ولا سكهراس ولا تبسة ولا الطرف ولا سكيكدة جيجل وميلة. والله إلا خشك غير واحد اللي بوقف يديك وتولي بحال هذوك اللي كيبيعوا جول برغوت في السويقة. ما ننساش حاج محمد طاهر الفرقاني. وأنا كنقول دوك صحاب الواي واي منين كيجيبوا الأفكار، أغنية كاملة عامرة بسميات بنادم ما كان غير في خاطر فلان وفلان، يعني حاشاكم هو القدوة وعليها ولينا نشوفوا النقوش أكثر في ديك البلاد. ها ماميدو ها شارلومانتي شلا ما تحكمي الرئيس المزور اللي جابوه العسكر. إذن كلها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بربي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون موسم أحسن من الموسم اللي فات إن شاء الله. كيفاش يكون هذا الموسم احسن من الموسم اللي فات؟ اللي يسمعك يقول هذا مدرب الريال ولا البارسا، الموسم اللي داز ما عطاش مزيان، وهذا الموسم جاب لاعبين جداد. يا والله يا ودي الكراخ لا حتى تشوفوا معاه الويل لك حل في الولايات الثانيه. ما كان لا الموسم اللي داز لهذا الموسم، هذه المره غادي يحسب راسه مول البلاد حيت ضامن الكرسي. ولذا اختاريت ان تكون اول محطه لتعريف بالبرنامج المقبل عليه. إذا نلت ثقتكم ثقة الشعب الجزائري لعهدة ثانية. راك ترغب الناس يلوحوا عليك ياكش محزق عشيرك وقادر يهزك على دبابة ويرجعك للمرادية، ولا ما بقيتش كتثق فيه، ولا قول لي هذه سياسة باش تبين للناس الديمقراطية زعما غادي تربح ديمقراطيا. أودي سير حزق على اللي ما عنده نيف، كلنا عارفين العسكر كيحط في الرئاسة اللي يبغى، وانت راك ضامن الولاية الثانية وبالسيف على الجزائريين. أما وكان كنت داير دغانيش مع شم محزقة يا والله حتى تكون في الحبيب بيس وكتاكل العديد ديس. لقد كانت العهدة الأولى صعبة. باش كانت هاد العهدة صعبة؟ بالطوابير على الحليب والطحين ولا بقلة الماء؟ يا والله ما كاين اللي صعبها عليهم قدك، انت وداك عشيرك اللي داير كيضلك والشعب غي تابعكم وحال فمو كاع ما عايقين بداك الشي اللي كديروه، ما كان غير ضريب تحت الدف. ونحن خرجنا آنذاك بانتخابات وافق عليها الحراك المبارك الذي حاولوا أن يسرقوه من الشعب. شكون اللي حاول يسرقوا من الشعب؟ كتخلقوا المؤامرات غير راسكم وتصنعوا منها أفلام، كل شيء ولا عايق إلا بصبع زرق اللي خصو يتصرفق. الجزائر كانت على شفا حفرة، كانوا حابين لها السقوط عمدا حتى يهدموها مثل ما هدموا بلدان عربية أخرى، ولكن الحمد لله الشعب انتهى ولي قدها بمعية الجيش الوطني الشعبي. تبان لي شركة الشعب كامل مع الجيش، وكلنا كنعرفوا باللي الأحرار ما كيحملوش الشعر في شم حزيقة وقبيلته. كلنا نتذكر خطاب آنذاك نتاع المسؤولين السياسيين لما يقول ما عندناش دراهم، الله غالب ما بقى والو، ربما الأجور تاع الشهر الجاي ما نسدوها لكمش، وهلما جر من خطاب انهزامي. دراهم اللي يسمعك كتقول هكا يقول راك تزلع الدراهم في المشاريع. اجي بعدا يا الكيدار ياك نتوما عندكم الدينار، علاش ديما كتقول الدراهم؟ خرج نيشان وقول الدينار ما سويتها لعبه وما بقيتوش راضيين به. مرحله زاد فيها الضعيف ضعف وزاد فيها الغني غنى وثراء، وانت يا الكذاب زدت في الكذوب وباقي زايد فيه. مرحله شهدت جزائريين عندهم الطائرات الخاصه نتاعهم وشعب كادح متعافر مع الدنيا صباح وعشية من أجل لقمة العيش. ما أنا ما عرفتش منين كتجيبوا دينكم هاد قلة النفس. الدولة تداس، ما كان حتى قيمة للدولة، كان وانتم تتذكروا حتى مسائل الشرطة يعني أبناء الشعب كانوا يداسون ويضربون ولا ويلهطم حتى قيمة. ما كان حتى قيمة للدولة. إيوا يا راس الفجلة من اللي ما كان حتى قيمة للدولة، شنو هو دورك أنت كرئيس؟ ياك زعما كتقول عندك سلطة وباغي تزيد القدام بالبلاد، إيوا دير لها القيمة وبين حنت يديك، ولا أنت براسك ما عندكش قيمة مسيرينك بالتيليكوموند؟ يا ودي الرجلة صعيبة على قرانك. قضاء والقدر أراد أن نمس كما تمسوا الناس كل بالكوفيد، وتعرفوا ماذا فعل الكوفيد في العالم بأسره حتى في الدول العظمى. احنا نفس الشيء كافحنا، كنا من الاوائل وكنا القدوه في البحر الابيض المتوسط في محاربه الكوفيد وحمايه المواطنين تاعنا. مسقل علش ليه الميكرو راه غبوها لي. اغلقنا الاجواء، اغلقنا الحدود، اغلقنا الملاعب، اغلقنا المدارس، اغلقنا. اختي فاطمه اريدك البال عليها.
طيران تاع الجيش ماشي جاي على الصين باش نجيب الأدوية ونجيب الأجهزة تاع التنفس. استرجعنا القدرات نتاعنا في إنتاج الأكسجين. وهي الزفيف في الترن ربط سلوكية راها وعرة شوية. وصلنا حتى صنعنا اللقاح نتاعنا الفاكسان صنعناه احنا. لا انت صنعت كل شيء، صنعت اللقاح وصنعت القنابل، صنعت التليفونات وصنعت الطوموبيلات، غير الله يحفظ وصاف، غدا تقول لنا صنعت بنادم. وبدينا نركزوا على الانتاج الوطني، الانتاج الوطني بالنسبة لنا هي خلق مناصب شغل، هي مؤسسات تاع انتاج تخلق مناصب شغل وتعوض الاستيراد بانتاج وطني. ولذا ربي كذبهم سبحانه. ده أنا ذاك كانت 47 مليار دينار وانتم عارفين الأرقام اللي نكرر فيها لأن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بس ما ننساش نديروها وش ما هنا يعني. كي سمعتك قلت توشم يسحب لي غادي توشمها في الخراية، كي تفكرها تمشي تشوفها في المراية. اللي ما يحترمش الجزائر وما يحترمش الجزائريين والجزائريات ما نحترموهش، ورانا له بالمرصاد. نهار تحترموا راسكم طبعا غادي يحترموكم الناس، ونهار تدخلوا سوق تيزكم وتاكلوا اللوز كونوا متاكدين انكم غادي تعيشوا مرتاحين. انا تواعدت وراني شاد في كلامي، لان احنا نقولوا الراجل يتعلق من لسانه. لا انت ما خصكش تتعلق من لسانك، انت خصك تتعلق من حاجه اخرى. بدون ما نتخلى الشعوب المقهوره والمضطهده ما نخلوهمش يوصلوا ليها. رانا هنا وتواعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا الحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل. وتواعدت والجيش راه جاهز. يا انت سلخوك غير في الحدود مالي وليبيا، فين بقالك تحرر بلادات الناس؟ يا ودي لعب غير حدا دارك، راك تبعد تجيبها في قزيبتك. ما نتخلاش على الصحراء الغربيه، يبيعوا ويشروا فيها كيما بغاو، احنا رانا واقفين والحق لينا. سير نعل جدك وجد والديك طول الوقت ولا يقصار. الصحراء الغربية تتحرر ان شاء الله. عاد بوليزاريو ولاد الحرام وهاد الجزائر، انا بغيت لهم 15 يوم ديال البواسر، وبغيت لهم 3 شهور ديال الحلاقم يا ربي، وبغيت لهم مسمار الكيف، وبغيت لهم التلول. هادشي من عندي انا.